خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، رأي الجمهور في أداء الفريق أمام سان داونز، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هو ما كانش وحش، بس كان في سوء توفيق قوي يعني، بس والمفروض بعد كده بقى نعدل من الكلام دوت، والمفروض الفينش يبقى افضل. الملعب مثلا زي بيرس تاون المفروض كان الكره دي كان يخلصها، وقفشه يعني الجون عرضه كله 7 متر، الكره المفروض كانت تبقى في الجون، ما كانتش تبقى في رجل المدافع. المفروض يبقى في تركيز اكتر من كده، والمفروض بقى يبقى في توفيق في اللي جاي. ما ينفعش يعني، المفروض احنا كده تقريبا لنا 12 نقطة يعني، المفروض على الأقل كلهم يكونوا بتوعنا يعني، نصعد أول مجموعة والموضوع يبقى سهل علينا. هو الأهلي بصراحة أدى حلو امبارح، ويعني كان معانا فرص كتير قوي بالذات في الشوط التاني، مسكنا كورة على سان داونز وقفشة لما نزل برضه كان معاه كذا فرصة يعني، برضه الحارس اتلخبط برضه كذا مرة وكمان الماتش كان في ايدينا امبارح، بس هنعمل ايه، الحظ بقى محالف سان داونز. هو كان اداء مشرف واللعيبه رجاله وكل حاجه، طبعا ربنا ما وفقناش امبارح ان كان في فرص ما استغلناش كويس، بس كان اداء مشرف يعني، وطبعا مستنيين اكتر من كده في الماتش الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هنعوض يعني في الماتش الجاي باذن الله. الاداء ما كانش احسن حاجه، احنا عملنا اللي علينا واللي جاي كله احسن باذن الله. هو بصراحه امبارح يعني هو كان موقف رجولي جدا، انا شايف ان اللعيبه عملت اللي عليها وزياده اكتر كمان. هدرنا فرص كتيرة بصراحة، بس يعني الحمد لله على النتيجة. والله الأهلي عمل كل حاجة بس ما جابش جول. هو الأهلي بما انحدر فعلا، فرقة كبيرة جدا، فرقة لها حسابات كبيرة جدا جدا، ولكن المشكلة إن هما ما عرفوش يجيبوا جول. يمكن برضو الفرص اللي أتيحت لهم فرص قليلة، بس إحنا متعودين إن الأهلي بيجيب الأجوان من أنصاف الفرص يعني. هو ربنا يسهل لهم ان شاء الله باذن الله. انا بقى انا من الناس اللي متاكده ان الاهلي هيكسب سان داونز في جنوب افريقيا. الماتش حلو كل حاجه، بس كان المدرب المفروض بدا بقفشه وحسين الشحات نفس التشكيل اللي بدا بيه الماتش بتاع المقصه اللي قبليه، لكن بالنسبه للماتش اللي دوت ما اعرفش بدا ليه تغيير بالطريقه ديت، وتاخر في تغيير جامد، بس الماتش كان حلو. والله النادي الاهلي نادي كبير ونادي كويس جدا، واللعيبه كانت رجاله، بس هو الحظ ما حالفناش، بس يعني احنا ان شاء الله نعوض في اللي جاي، وان شاء الله احنا واثقين في رجالتنا وفي اللعيبه بتاعتنا، لعيبه رجاله اثبتوا كفاءه بصراحه في الماتش، بس هو الحظ ما حالفناش، ولسه اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل.